الديفريكشنز برضو. هو بيقول لي ايه، في مساله بيقول لي اباك كونتينز 400 بعيده قوي ماشي. المهم يعني 400 هنقول ماربلز مثلا ولا حاجه. طيب 1 اوفر 4 اوف ذا ماربلز ار ريد، 3 اوفر 5 صح، 3 اوفر 5 ولا 3 اوفر 8؟ 3 اوفر 8 اوف ذا ماربلز ار بلو. هاو ميني مور، هاو ميني مور ماربلز ذان ريد ماربلز. طيب ماشي. المهم يعني بص بقى، ان الباك فيها 400، الباك ايه فيها 400 مره. طيب هو بيقول لي ايه، 1 اوفر 4 اوف ذا ماركس، يبقى 1 اوفر 4 هعملها تايمز دول كده ريد، دول كده ريد، يبقى اعمل 1 اوفر 4 تايمز 400. طب لما اعمل 1 اوفر 4 اوفر تايمز 400 فاكره كنا بنعملها ازاي؟ نحط over one ماشي. بعدين بعدين نشوف هي ال one و لا مالناش دعوه التايم بالوقت، تيبل بتاع ال 400 سيبك اوكي من ال 1، ال 400 في التيبل بتاع 4، يعني ده ينفع ديفايد 4 ايكوال 1، ده ينفع ديفايد 4 ايكوال 100، يبقى كده الريت 100. طيب يقول لي في جماعه تانيين ايه ار بلو، نجيب البلو، البلو بيقول لك 3 اوفر 8 اوف ذا مارك، 3 اوفر 8 تايمز 400 اهو، برضه هنشوف فيه سمبلفاي ولا لا. طبعا ال 400 هتنفع سمبلفاي مع ال 8، هما الاثنين ينفعوا ديفايدد 8. طب 8 ديفايدد 8 ايكوال 1، 400 ديفايدد 8 ده لما اجي اعملها خدي بالك 4 ديفايدد 8 مش هتنفع، هما واخدين ال 40. يعني لو انا هعمل 400 ديفايدد 8 الاول، ال 4 ديفايدد 8 مش نافع، هما واخدين معاها الزيرو، بقت 40. 40 ديفايدد 8 يدينا كام؟ يدينا 5. طيب 0 ديفايدد 8 ايكوال 0، يبقى طلع كده 50. طيب هو كده بيسالك بيقول لك هو الريد ماربلز اكتر من هاو ميني مور، اكتر منها قد ايه؟ ممكن انا اقول مثلا الديفرنس، ايوه يبقى 50، بس 100 ماينس 50 ايكوال ايه؟ ايكوال 50. ماشي؟ هديك انت واحده ثانيه. اوكي. هديك انت واحده تعملها لي عليها. يعني هديلك واحده تعملها لي عليها. فهمتيها انا ولا اقولها تاني؟ انت طيب هدي واحده انت تعملها لي. مثلا اباك بقى زي كويز، كويز يعني انت اللي هتعمليه. اباك كونتينز مثلا 500 بولز، one over five of them are green and two over five أو خليها مثلا one over ten of them are yellow. How many more green balls than yellow balls؟ هصورها وابعتها لك برضه، هتحليها وتبعتها لك. ماشي اللي هو حاضر.